نروح بقى لتاني اخبارنا عن فوز رجال الطايره بالنادي الاهلي بقياده المدير الفني كابتن محمد مصلحي على فريق قارون بنتيجه 3-0 في الماتش اللي اتلعب امبارح على صاله نادي قارون بالفيوم في الدور ال 16 من البطوله عشان تصعد لدور الثمانيه، ونستنى الكسبان من الترسانه ومصر البترول ونقابلهم. بفكركم ان رجال الطايره كانوا خلصوا الدور الثاني من الدوري وهم متصدرين المجموعه بعد فوزهم بكل الماتشات اللي لعبوها، وان شاء الله نكمل على كده كل الفتره الجايه ويفضل الاهلي نقول ايه ملوك الصالات يا رب ان شاء الله ملوك كل حاجه الحقيقه رقم واحد يعني.